هاي مشاهدينا مكملين معكم ب ام تي في الايف. صار وقت فقره باتس، هالفقره اللي كل جمعه عم بيكون عندنا كلب جديد او بسينه، عم بيكون عندنا كثير توبكس منوعه وكلهم انترستينج، كلها خاصه بالحيوانات. لكل اللي عم بيتابع هذه الفقره اليوم رح نحكي عن بريد جديد اللي هي الكين كورسو، اتس ان ايطاليان ماستيف. صح شربل شربل على طول بيصلح لي اياهم مثل العاده، معي شربل بلان اللي على طول عنده انفورميشن غير عن كل الناس. فظيع شربل، يعني شو بدنا نقول، اشهر من ان تعرف شربل، صرنا معودين عليك. بيجي على طول عنده بريدز غريبين عجيبين مع فل انفورميشن اللي لازم نعرفها. اليوم رح نتعرف على كانيا اللي جايبينه معنا، هالكلب الزغطور. ليكو شو صغير، ليكو شو كيوت. يا شربل كيفك؟ الحمد لله. صبا صبا، خبرنا شوي شو هالبريد اللي مين ما شافه اليوم كله خاف، بس ايفنشلي هيز ا فيري سويت دوغ. نعم، يعني نعم. شكله مثل ما بيقولوا غير مضمونه. هلا هو ات كود بي اللي هو شايفينه فيه هالقد كبير وهالقد بيقدر يكون بروتكتيف، بس كمان سويت دوغ منه شيء بخوف. خبرنا نعم. اكثر عن هالبريد. سو كاني كورسو ام كين كورسو ام معروف بالايطاليان ماستيف، ذي ار بريد ان ايطالي. وهيدول الكلاب دي ار ميد فور لارج جيم هانتنج، يعني عم نحكي مثل بور، خنزير، يعني اشياء كبيره من الحيوانات ليروح. يعني نعم نعم. وحتى كمان دي بريد ذيم كرمال اللايف ستوك، يعني يحموا البقر، يحموا الغزلان، الخواريف وكذا. أوكي. بس كمان ما ننسى انه الايطاليين كمان استعملوهم للبروتكشن، اوكي؟ ودي ار فيري جود بروتكتيف دوغ towards his family, towards the kids, towards everybody. هيدول الكلاب بدنا ننتبه، واللي بده يجيبهم بده يكون كثير رايق ليقدر يوصل على كلب رايق مثل كانيا. Okay. اذا هيدا الكلب على عودناه على الاجريشن من هو صغير حيفقد السيطره، حنفقد السيطره عليه. هو okay, كلب Kanye? صغير عاده اذا ما عرفنا نعمل له الدايركت تريننج من هو صغير بيصير يعود، بيكون هايبر اكتيف وبيكون مزعج بالبيت. هيدا بالنهايه ذات الكلب بيفرق حجمه، سو تخيل انه هيدا الشيء يكون منه مربى من اول اساس. مزبوط. صح. مع كبره مع كاركتر هايبر كارثة، هذا بكسر الدنيا 100%. سو ذوز دوغ هلا كانيا از اباوت 80 كيلو 80 كيلو جرام. واو. اذا مش معودينه مش عاملين له سوشيالايزنج من هو صغير مع غير كلاب مع غير بسينات، ما اخذناه مثلا على الكوفي شوبس على محلات في ضجه، ما عودناه هدول الاشياء، ذا دوغ از غونا بي فيري بروتكتيف، وعلى كل شغله بده يعوي وبده يشد وبده كذا. ما راح يقدر، يعني ما بعتقد حدا بيقدر يهدي كلب 85 كيلو. لا. اذا لحق وفلت الفورس بايت تبعهم it's close to the lion، يعني تقريبا بحوالي 800 بي سي اي ل 900 بي سي اي حسب من كيف معودناه ومرناه له الكلب العضل تبع تمه اكسترا تبعه. بس كانيا هيز فيري جود بوي، يعني هلا عم بتقلي انه العضه تبعه مثل عضه اللاين. صح، يعني هالقد. صح. البايت فورس تبعه تقريبا 800 بي سي اي 900 بي سي اي، بس حسب قديش عم مرر له سنانه، عم مرر العضل تبع الوجبه تبعه، بصير في عنده الفورس اكثر واكثر. اوكي. يعني بعدين ما فينا نمزح مع هيك كلاب سنه تقريبا بيجي هالقد. يعني في عنا 10 سم سن، اذا حابين تشوفوا على الكاميرا اليوم مش مفرش اسنانه. اوكي. سو يو سي ذيس دوغ بده تنظيف اسنان. صار في مش هيك بتجي؟ لا لا اكيد بده تنظيف اسنان، ديت فتراج اكيد لازم نعملها مثل ما نحن بنعمل لنا، بنهتم بحالنا، بنهتم بدينين كثير منيح لانه على طول مسكرين. وكلب كبير مثل هيدا بيحمى جسمه زياده، وبس يحمى جسم يعني بيعبق الدينين، واذا ما قدرنا ننظف له اياهم كل مده حيلتهب جسمه، بيعمل انفكشن. والمشكله بالكلاب الانفكشن بس تصير زياده بالجسم بيعبر ويا مي، وهنيك عندنا مشكله. اوكي. سو بدنا ننتبه بكل شيء مع هيك كلاب، واكيد السوشيالايزنج من هن وصغار. هلا هول الكلاب فيري فيري سكيري، بيشوفوهم بيخافوا منهم. لانه صراحه يعني شكله خاصه لانه كان اسود، هن كلهم بيجوا سود. لا لا، في عندك البراون كاراميل كلر، في عندك شوي البلو بيجي عليك، وفي عندك السترايبس كمان بيقولوا له تايجر. في ثلاث الوان. كان لانه 80 كيلو لانه هالقد كبير واسود، على اول وهله واحد اذا بيشوفه بينقص، وخاصه اللي بخاف من الكلاب اصلا ميبين. اللي بيشوف بيغيب عن الوعي. صح. يعني جربنا تحت عملنا تيست شوي مع الشباب، صرنا نشوف الرياكشن انه في عالم بيقربوا، في عالم بتخاف كثير. فكمان يعني هيدا شوي كان مدرب فيري جود، مدرب ديسيبلين اوبيديان، ومدرب كمان از اي سي اولويز ذير از ا كي وورد بتوين مي اند ذا دوغ اند ذا اونر، كرمال ان كيس ذي نيد ات فور بروتكشن هي جوز اند دو ذا بروتكشن. بس كاني هي وركت اون ديسيبلين، وي ورك اون ذا ديسيبلين، اون امبولسيف
سيلف كنترول تبعه تنقدر نظهر نحن وياه على كوفي شوب على مطاعم نقعد مع العالم يقدروا اولاد صغار يجوا يغنجوا يطلعوا على ظهره وكذا. هي از فيري جود هيز نوت ا بروتكتيف توردز اني ثينج. اصلا في اقول لك شغله نعم عبقطشك سوري بس على طول في مس اندرستاندينج بشويه انفوز انه بيشوفوا بيتبول بيشوفوا كلب كبير بيشوفوا كلب شوي حجمه كبير اوتوماتيكلي انه هيدا بده يعض هيدا اجريسيف هيدا ما بيسوى للاولاد هيدا بيخوف والحجم تبع الكلب مش ما بيفسر شو كاركتره اكيد كيف بنربيه كيف بنكون من هو بابي هذه هي الطريقه نعم هي زيت تدريب الكلب وتمرين الكلب هو زيته مثل ما بنوصل الولد تبعنا كمان بنواجهه بالطريقه الصح اذا كل الوقت بدنا نعوده على الخوف ونعوده انه يهجم ما حنقدر نوصل على كنترول بليس اكيد مثل كل العالم ناذوا منه بس اللي بيعرف كانيه اكيد بيقرب صوبه بحب كان عنده مشكله ابدا معه he's a very good boy خليني غنجه من اول دقيقه وكنا he's very friendly he's very cute واللي بيحب هيك نوع كلب I think انه it's a very nice breed انه تنجيب على البيت في اشخاص بيحبوا الكلاب الكبار بيحبوا بيقولوا بسمون فيران الصغار فبده حدا هيك شيء معه tough dog هذا مثلا بهايك قديش حلو بهايك كثير منيح بدنا ننتبه له بحب يطلع هايكس بحب كذا بس لانه از فيري لارج بريد لانه از 85 كيلو بدنا ننتبه نعطيه راحته كمان أكيد. وعلى الشوب كمان اذا كثير شوب يعني بنصح الكل بكره بالصيفيه اذا عندهم لارج بريد هاسكي مالاموت وريفر سقعوا منشفين بلوها بالماء حطوها بالفريزر مزبوط ورجعوا افتحوا له اياها للكلب وينام عليها ببور جسمه ما بيلقط ما بيصير عنده هاد التشويبه وعنده هاد This is very good we do it everywhere كمان قد ايه بيعيش الكاني كورسو يعني تقريبا 12 تل 14 years اوكي unlike the يعني القرايبين اللي هن great danes ماكسيموم بين 7 سنين و8 سنين but they are very huge dogs كمان يعني نابوليون as well about the same age easily فيكون family dog. It is a family dog. يعني في أولاد كتير منيح مع الأولاد. كتير منيح مع الأولاد. حتى البيتبول كتير منيح مع الأولاد. American stuff is very good with kids. المشكلة نحن. وعطول بقول لهم كلبتك أما كلبك مريتك. So أنت هاو كيف تمشي كيف تتصرف الكلب بيتصرف معك. طب ليكو شو مهضوم. كان بي موبايل يعني فكر حلو. فكر حاله صغير. فكر حلو بودل. فكر حاله فكر حاله بودي ذاتس ان 85 كيلو دوغ ما يعني ما حدا يخاف الكلب بس يشوفوه معي بيسولوا بعاد لا الكلاب اللي معي ما بتعاد شربل انت مين بده يعاد معك انت يور ذا بيست يعني بس عن جد يعني انت ذا واي يو ترين يور دوغز عندك يور سبيشال واي اوف ترينينج دوغز بيطلعوا الكلاب رايقين بتفهم عليهم يعني ما لا انا شتي مجروحه فيك بدي اسالك سؤال شربل هلا في كثير عالم اليوم عم تحضرنا في اشخاص بتحب هالبريد شباب خاصه مع انه في بنات كمان كريستال حسيتها كثير انبسطت بالبل كريستال عندها روتفايلر حبت ايه كريستال بتحب كل شيء كبير السيارات الكبيره والكلاب الكبار كل شيء كبير اللي بده يجيب هذا النوع من الكلب ايزي نلاقيه ولا بدك توصي عليه هذا يعني لا اتس نوت ايزي تلاقيه بلبنان انا يعني ورك مع مدام وحده عندها كمان كاني كورسو جراي كولر بس از نوت فروم لبنان يعني بدك تجيبوه من برا بنجيبه من برا بدنا نحن نروح نشوفه للكلب على طول بفضل نحن نشوف الكلب اما هو ينقينا للكلب ما نضلنا عجبنا وما عجبنا ولازم نرده وبليز ما حدا يدرب كلاب مثل هيدي بروتكشن لانه مش رح تقدروا تسيطروا عليها اوكي اوكي لكن هذا هو الكين كورسو هذا هو كانيا شربل على طول انت بتجيب لنا The best info. مشاهدينا وقفة ومنتابع. كملي معكم مشاهدينا بفقرة باتس مع شرب البنان وكايني اللي هو الكايني كورسو اللي عم تعرف عليها الإيطاليان بريد. بدي أسألك بعد هيك كم سؤال بالوقت الباقي لنا. هذا النوع من البريد شو وضع الاكل بياكله كمان عادي لانه هذا لا. الحجم ما بحس بيأدي مرتين اكيد بدنا نتعامل كلب مرتين لانه دراي فود اكيد دراي فود على طول بيفلش بمعدته للكلب الكلب عنده 1% بي اتش تنفهم شو هو الاكل واذا منيح على طول نقعوهم ب 24 بمي ب 24 ساعه لنشوف قديش بيفلش الكلب للدراي فود بهالطريقه بنفهم وقديش بيعمل سبور قديش بيركض قديش انرجيتك على هذا الاساس بنشتغل بس كلب مثل هيدا الكلب الدراي فود مش منيح على له ابدا هي مش منيحة على كثير من الكلاب أكيد. بس انه انا بفضل مثل كانيا نحن بنعطيه رو فود اوكي بنعطيه عظم يعني مدخن بنعطيه دجاج ني رقاب دجاج ني بنعطيه لحمه نيه مع لبن مع زيت خروع شوي كرمال ضله اللمعه بجلدته ما يعرق زياده ما يفلش كذا كمان الحبوب بجسمه على فكره وبره بيعقد اتس شايني
اقريز لانه عم تعمل قصير شعر وبرته قصيره وناعمه وبتلمع صح. يعني مش معقول شو شعر بتحسه مزيت قد منه لميع صح. دراي فود دراي فود اسمه فيه دراي فود اوكي بيعمل الجسم دراي يعني مثل نحن عم ناكل كعك كل يوم على نكهه ريديس سمك سمو وات ايفر ستاف ذي ار وذ ذا دراي فود بس دوجز ذي ار ديسندد فروم وولفز مشان هيك عندهم كينايز كمان النياب هول النياب سو ذي كان ريب ميت وانس ذي ريب ميت اوكي ذي هاف ذا جود فيتامينز هلا المشاكل اللي هن بيعرضوها اكثر شيء الباك تبعه اوكي ظهره الاجرين من ورا الورك والعيون تبعهم اوقات بيسكروا ما بيفتحوا زياده سو بيضل الكلب عينيه مغمضين سو هيدول بيعملوا عمش صح هيدول يعني بتصير مع الكلاب وبس زياده مع الكانيكور سو بس ما يعتنوهم لانه دي كان كارد ميك فيري فيري لايت سيرجري بيفتحوا لهم بيعملوا لهم فيس ليفتنج دي سي بيمشي الحال يعني بعد في كلابنا ما عملنا لهم فيس ليفتنج وعملنا لهم عمليه عيون هذا اللي كان بعد ناقص هلا بقولوا لنا لك بين الشوفات ويل عم يخسرهم كيف ما كان عرفتي كيف عم بيسووا لهم عيونهم كمان عم بيقصوا لهم دينايون اوقات غلط الدنب تبعه دي كارد فور نو ريزن يعني انا ما بحب هيدول الاشياء بس اتس للموديل بيقولوها احلى اوكي أكيد. بس انه نو نيد يا حودي نام حلوين كثير لكانيه هي از ا جود بوي منو اجريسيف واتس ايفر يو كان بول هيز تيف اوت يو كان بوت يور هاند انسايد ما راح يجي عد حدا ولا ولد ولا كثير قول له كريم از ديسيبلين هاي كان هو دنبه هيك ولا هيدا لا مقصوص لا مقصوص ليش It happened that he was cut. Okay. Okay. بس إنه by mistake ولا حدا ما كان عارف. لا لا they wanted. شرب شو بتعمل فيهم بدي أعرف. أنا I love dogs. And you're not his owner يعني تخيل إنه شرب منه الأونر تبعه هو اللي بيدربه لك وقديش بحبه. لتشوفوا قديش بيدرب بطريقه صح لانه عندك اللي بين ما كان بيحضر لي تو كورسز على يوتيوب اخر شيء عم بيعمل لحاله ترينر بصير يحط لك الالكتريك كولر بصير عم بيروح على جامعه نهار ونص سو بيكام ترينر كمان ذاتس حرام اند بولشيت تو ذا اذر جاي يعني نوت فور ذم Thank you for the information, Sharbel. Kanye, thank you for being a very good boy اليوم معنا. He's a very sweet dog. يعني عن جد لكم قديش مبين كبير بس he's a very sweet dog. مثل العادة على طول عندنا معلومات جديدة بفقرة pets. هيدي كانت هي فقرتنا لليوم. أنا رح أقول لكم باي ورح ناخذ بريك صغير وبنرجع بنكمل بباقي الفقرات.